في خانقين، حيث زار وفد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني مدينة خانقين للاطلاع عن كثب على أحوال العوائل النازحة من محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، إلى القضاء والإسراع في تقييم أو تقديم المعونات الضرورية لها للتخفيف عن معاناتهم. النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيركو منغوري دعا إلى إيلاء اهتمام أكبر بقضاء خانقين في كافة المجالات. من مدينة خانقين عباس الأركوازي والتفاصيل. في زيارة تفقدية وداعمة زار الدكتور شيركو ميرزا النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، يرافقه النائب بختيار جبار. زاروا مدينة خانقين بهدف الاطلاع على أحوال العوائل النازحة من محافظة ديالى وصلاح الدين والأنبار وكيفية تقديم الخدمات لهم والاطلاع على أحوال القضاء، مؤكدين على المعنويات العالية التي يتمتع بها أهالي خانقين، وهذا نتيجة لنضال أهلها المشرف عبر التاريخ، حيث كان في استقبالهم شيركو ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من كوادر المركز. زيارتنا اليوم للخانقين مع أصدقائنا النواب مجلس النواب العراقي لتفقد الوضع النازحين، لأن هناك أكثر من 50,000 نازح من جميع المدن ديالى وصلاح الدين نازلين بالخانقين، وزيارتنا اليوم كان للمضمن للخانقين و تفقدنا مع كاك شيركو حول كيفية الخدمات اللازمة التي يقدم للنازحين من قبل الحزب ومن قبل الجهات الرسمية ومؤسسات الحكومية، ورأينا بأن هناك معنويات عالية في كل مجالات، والنازحين الذين يعيشون الآن بخانقين يقولون بأنهم لا يحسون بأنهم بغير منطقة، إنهم ضيوف ومكرمين أهل الخانقين إلهم، فهذا يدل على وفاء ومعنويات الشعب الخانقين الذي ناضل بتاريخها نضالا مشرفا في سياقات كثيرة. كما وأكد الدكتور شيركو ميرزا على أن قضاء خانقين بحاجة إلى دعم وخدمات أكثر من قبل حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية لكي يتناسب حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها أهاليها، إضافة للانفجار السكاني الكبير في القضاء. رأينا بأن هناك ازدحام و انفجار سكاني كبير في خانقين. خانقين الآن يعيش بها أكثر من 200,000 نسمة يحتاج إلى خدمات أكثر، ويحتاج إلى أن حكومة الإقليم وحكومة المركز أن يخدموا هذا القضاء. أعتقد بأنها أكبر قضاء في العراق، يخدموها خدمات لكي يكون مع تضحيات